إسراء بتسأل إيه أفضل مجال، الكوردينيتور ولا الديجيتال ماركتينج؟ الحقيقة إن أنت هنا بتقارني حاجتين ببعض، أنا مش عارف إيه المقصود بالكوردينيتور، المنسق، منسق إيه؟ منسق في الماركتينج في التسويق، ولا منسق في الموارد البشرية، ولا منسق في التدريب والتطوير، ولا منسق في كوردينيتور دي، أو كوردينيتور أو منسق دي بتشمل وظائف من هنا للصبح، ممكن يبقى اللي قاعد على الريسبشن اسمه منسق. بس بيقوم بأعمال التنسيق والأعمال المكتبية، في واحدة تانية مديرة مكتب اسمها منسقة مدير، يعني منسق ايه؟ خلينا نقول لو انت تقصدي منسق بشكل عام، فهنا انا افضل ليكي انك تدخلي ديجيتال ماركتنج، لسبب لان انت واخدة حاجة عامة قوي، زي ما تقولي مثلا كده انا شغالة اوبريشن، ايه اوبريشن دي؟ انا مش فاهم، يعني مش واخدة صنعة، مش واخدة حاجة. فانت هنا لو هتاخدي ديجيتال ماركتنج، لا انت هنا خدتي حاجة تقدري تنتقلي بيها من اي مكان تاني، هم هيدوروا على حد متخصص في الديجيتال ماركتنج. فلو انت بتحب الديجيتال ماركتنج ادخلي ده، بدل ما تدخلي حاجة عامة نيوتر الحيادية زي الكوردينيتور. انا شغالة منسقة، منسقة اه بس منسقة في التسويق او الموارد البشرية، ماشي ستيل انت بتشتغلي حاجة اوبريشن، لو شلناك وحطينا اي حد غيرك اوكي، فهتلاقي هنا انت مش ماسكة حاجة ملموسة. فهنا هو ده الفرق يا اسراء، واتمنى ان اكون ساعدتك وربنا يوفقك.